إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض الأشياء عن الأمراض المتعلقة في فترة الشيخوخة في كبار السن والحياة العامة، الحياة كبار السن. أيضا كذلك فإن المسن في هذه المرحلة من العمر يتوقع أن يأخذ مقابل سني، يعني مثل العطاء الطويل، أو يتوقع أن يقابل بالعرفان والتقدير ممن يعني أفنى حياته في خدمة ذرية أو عم، أو بشكل عام في القالب أن سلوكيات المسنين بشكل عام يعني تكون محكومة بظروف حياتهم عبر السنين وأنماط شخصياتهم وظروف حياتهم الحالية. وأيضا ولكن يمكن القول أن دون يجب على المسن فهم فترة حياته، وأن يعني فهم مرونة الحياة بشكل عام في هذه الفترة. وطبعا إذا كان المسن أقل مرونة وهذا شبيه بعدم مرونة عضلاتهم وجلودهم مثلا، كذلك فإنه يصعب عليهم تقبل التغيير في أسلوب الحياة والأفكار والسلوكيات، وأيضا وإن فرض عليهم الواقع ذلك التغيير فإنهم يواجهون طبعا يواجهون هذا الأمر بالرفض وعدم القبول وعدم القدرة على التكييف، تكييف النفس في هذا المسار المحدد، ويحتاج طبعا التكيف مثل ما تكلمنا، وبالتالي الشعور بالاضطراب والقلق والخوف أو حتى الكآبة. أيضا من ناحية أخرى فإن المسن يكون أقل استجابة وأيضا أبطأ في تفاعلاته، وأيضا من ثم أن فإن الأمور التي تحتاج استجابة سريعة أمور كثيرة جدا في الحياة، بالذات إذا كان يعني العصر متطور جدا، وجوبا أو عملا بشكل فعلي وسريع في الحياة العملية لكبير السن طبعا تكون صعبة عليه، وإذا ما كان ذلك يعني مثلا واجب عليه أو كان مقصوب أو كان يعني مثلا مرقم على فعل هذا الشيء إجبارا، راح يكون طبعا مدمر نفسي وعقلي وجسمي وبيولوجي، وحتى من ناحية الأمراض ممكن تزيد من هذه الناحية. أيضا مطلوب منه فعل يمكن بعض الأشياء، وأيضا في بعض منهم غير مطلوب منه، ولو كان مطلوب منه يمكن بات الأمر الفعلي يبيت إلى الفشل تقريبا. فمثلا عند قيادة السيارة قد لا يمكنه تفادي التوقف المفاجئ للسيارة التي أمامه، وأيضا إدراك للمسنين لهذا القصور الموجود في العين أو في الدماغ أو في الانتباه، أيضا تجدهم بعض الأحيان يقودون سيارتهم ببطء أو هدوء، وأيضا هذا يقلل من احتمال هذه التفاعلات السريعة. طبعا أيضا إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله راح يعني نكبر الموضوع أكثر في الفترة القادمة ونتكلم عن فترة الشيخوخة بشكل يعني مفصل، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.